Ik ben in Irak, in de plaats Hawija. Bijna 7 jaar geleden kwamen bij een bombardement meer dan 70 mensen om het leven. De bom werd door een Nederlandse F-16 gegooid. Ik wil weten wat er sindsdien is gebeurd. Assalamu alaikum. Tabhankum. الجماعة الجانب الهولندي جايين على مودي يطلعون على معاناتكم بشكل مباشر فاللي يريد مثلا عنده شيء يريد يحكي لهم استاذ برصك عندي هذا ابني عمره 12 سنة شوف هذا شبابيك الحديد ايوه كله راح مفجر هذا واحد فقد عينه وعندي زوجتي اسمها مضروبة براسها عندها فطر بالجمجمة وهذه تقارير عندي من المستشفيات اي من ايام من 2015 لحد يومك هذا هذا كله راح من الجار والله العظيم عندي البنية استشهدت انضربت وظهرها نقدناها بسديات 7 أوراق والدوال دمر مات لها الهولندية دمرتني حطوا الانفجار وهاي الصور ماله أنا غسلت بيدي وكفنت بيدي ودفنت بيدي هم هذا كان عمره ابنك؟ 8 سنوات ثمان سنوات الله يرحمه الله يرحمه والدي هاي سويت درجة مال عجز هنا انطوني 40% حشوفهم بعدين حشوفهم بعدين بعدين حناخذ وقتنا هلا حنسويه شوف مين هذا؟ هذا انت اوه شيت من وقتك تتكلم عن اخوك اللي يا شباب لحظة شوي اعملوا معروف ما اقدر هلا عندنا وقت قليل بعدين حناخذ وقتنا هلا بس شيء صغير حنيجي لعندك وحنتكلم معك بس هلا مش زين هلا العمدة ليش؟ عيونك مدمعة يعني ليش؟ شلون مدمع؟ انت شايف شو مواقف بينا؟ والله استاذي ما شاء انسى مثل بناتي عنده دمار مشابه مين يطينه؟ متهم بيه طيران مين يطينه؟ مين يسوي عنده؟ مين يفتح ما استفادنا ولا حد عوضنا ولا حد وصلنا خلاص والله عايش عايش نريد شو فعله احنا نريد شو فعله ما رد نمضي يوم احنا نجي ونحكي شو نجي الوصف الجاي يوم 3 ديسمبر احنا بنقول ما يتعوض قلت لنا بدنا كلهم يعوض زين لولا والحمد لله هذا من بعد اي والله شنو جدينا ان شاء الله بعد يمكم هم الموضوع عشان قاعدة بالشباك جت قال ابني هذا قال يوم جت الطيارة بس قال جت الطيارة اشوف فقاعة ويستمع صار الدنيا نهار صار جو احمر هيك جو احمر هيك شيء قلنا يعني قلنا هاي يوم القيامة هذا اي والله صارت عاد هزة بعد ما شوف كل شيء انفجار وكأنما قنبلة ذرية ما شايفين حتى بالأفلام ماكو انفجار زار شلون المطار هيك يجي هيك شي على شي هيك يعني العاصف هيك الانفجار صعد بعدين رجع هيك من قام يمشي اكو سيارات طاقة بالشارع عم بالحوش بحوش الناس قام الانفجار السيارة يخفصها خفص طلعنا ننهزم قمنا ندوس على تراب وزجاج كلها تجرحت عندي هسه 91 فذ يعني كانت مأساة يعني هذا قاعد تبكي علينا بالله العظيم سطح ستارة ماكو ومن فوق مخفوص البيت هيك جاي صور هسه شوف مكان الانفجار هذا ايوه هذا مكان قذيفة من هنا
يعني شظيه جت كبيره. كان اكو هنا شظايا، البيت مليان حوش، هذا البيت كله مليان ملي. بس الانفجار يعني كثير 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 بعيد مزبوط. فين؟ هناك لكن هذا الانفجار. وين هذا؟ مو اول فرع، ثاني فرع، ثالث فرع سدوه. هذا السجر، شوف هذا وراه، بعرف وراه بالضبط. ايوه Ik snap niet eerlijk gezegd dat men niet heeft kunnen zien of weten dat er zoveel mensen hier wonen. En dat zo'n grote bom met zoveel effect en zoveel schade, dat zoveel schade heeft aangericht, gewoon daar wordt neergegooid. Want ja, dan moet je gewoon blind hebben gehandeld om dit allemaal niet te zien. En infijar nou, nou, ja. Allah wakilak, en is er een infijar. En is goed dat ze het chillen, wassenlijk, mag dat wassenlijk aan. Laat je aan, zo'n kamer te kijken naar Rusland. كم شخص هون بهذا الشارع تعرفوا أنت منصاب أو حدا مات من عنده يعني تقريبا؟ والله ذول هم الجماعة، هم كل الناس انصابت، بس اللي طاب بعد ما يقدر هسه يقول أنا انصبت، فهمت شلون؟ بينما اللي عنده شهيد وحالته بينه يقدر يداعي بيها. أما الإصابة عامة انصابت العالم، يعني ماكو واحد ما انجرح. كنا نايمين نحن ببيتنا، صار الانفجار. احنا كنا تجرحنا، وابني انصاب هنا بمنطقة الرأس ولا شظايا ورقبته. صار عنده ضيق بالتنفس. ابنه الكبير هو يعني متعلق بيه كان حيل. والله ما 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 يطب على البيت الا يظل قاعد برا، الا اجي على البيت ثاني يشوفني يجرك حضنه ويشيلي يلا انطبوني على البيت. ابني مات الله يرحمه، بعد هو اكثر من الابن شنو يعني. شوف هاي الصور. ايوه. هذا اخير حبيت يدي هنا اخير مره هذا. لان وراها كفن بعد ما يبين. شوف هاي الصورة، شوف هاي، والله أمي خطيت بك عليها للنهار. لا نعرف وين ننهزم، لا نعرف، هاد الدواعش ما يرحمون، يقتلونا كنا، والله يقتلونا. يعني كان بس إنه عنده تليفون يخابر على أهله خارج كركوك أو غير مناطق ما بيها داعش، هذا يعتبرونه يعني يذبحونه قبل. فما خوف، قتل، انفجار، ها صار صارت حياتنا يعني جحيم في جحيم. In 2014 veroverde de Islamitische Staat grote delen van Irak. De internationale gemeenschap besloot niet langer toe te kijken. The only language understood by killers like this is the language of force. Today I ask the world to join in this effort. Ik kan u zeggen dat ik de noodzaak om in te stemmen met de missie nog nooit zo sterk heb gevoeld als bij deze missie. ISIS is een ramp voor Irak, een vloek voor de regio en een rechtstreekse bedreiging voor onze eigen waarden en open samenleving. We moeten keihard terugslaan, zowel in Nederland als in de rest van het bedreigde Westen en natuurlijk ook in Irak en Syrië. Voor het CDA is het evident dat het onrecht dat IS verspreidt niet alleen de bevoegdheid, maar voor alles de morele opdracht geeft om in te grijpen. Mijn fractie wenst onze mannen en vrouwen en zeker ook hun families veel succes en kracht toe. En natuurlijk wensen wij iedereen een behouden thuiskomst. Nederland stuurt F-16's naar Irak om samen met Amerika terreurgroep IS te bestrijden. Alleen door de veilige havens van ISIS in Irak en Syrië weg te nemen, kunnen we verdere aanslagen voorkomen. En wat zijn dat voor aanvallen? Het zijn aanvallen vanuit de lucht met precisiebommen, smartbommen, slimme bommen tegenwoordig. Dan moet je echt denken aan zaken als trainingskampen, commandocentra, wapenfabrieken, AID-fabriekjes, dus de bermbommen, opslagplaatsen. We've got that umbrella over them 24/7, non-stop. And we're going to stay here until they're defeated. Thank you.
راح نطلع المكان الحادث. أيوة. في أي عمل عسكري هناك أخطاء، الأخطاء لا تترك، يجب أن يحاسب المخطئ، لا تترك الأخطاء العسكرية، ما يسمى بأخطاء عسكرية. أيوة. أخطاء عسكرية تكون هناك جهات مسؤولة عنها، لازم هاي الجهات تتولى تعويض الضرر اللي قامت فيه. نعم. هو مر كل نقطة، النقطة هذه بالضبط مالت الحفرة، هذه الزاوية مالت البين. هنا هنا كان نعم كان الانفجار، القنبلة. كان هناك صهريج محمل بمادة السيفور، تم ضرب هذا الصهريج. أدى إلى، طبعا السيفور مادة شديدة الانفجار، أدى هذا الصهريج إلى إحداث انفجار. انفجار هذا طبعا القطر مال الانفجار كانت بحدود 60 إلى 70 متر، العمق يتجاوز 20 متر العمق. 20 متر. إيه بال 20 متر تقريبا. يعني كانت قنبلة كبيرة قوية، قنبلة ذرية. Op deze plek bouwde IS een fabriek voor autobommen. Hier werden zelfmoordaanslagen voorbereid. أنت ما كنت في حويجة لما ضربوا؟ أنا كنت في كركوك. في كركوك، هاي حسيته لما كنت في كركوك. نحن في كركوك شعرنا بلحظة الانفجار، يعني كنا متوقعين أنه تفجير قريب بمركز المدينة، في مركز كركوك أو في أطراف كركوك. وكركوك كم كيلومتر بعيد؟ كركوك تبعد من الحويجة تقريبا 70 كيلو. 70 كيلومتر. حسيته في، نعم، شعرنا 70 كيلومتر. نعم شعرنا بالانفجار. Omdat de fabriek vol met explosieven lag veroorzaakte de bominslag een veel grotere explosie dan voorzien. Dat werd twee dagen na de aanval al toegegeven door een woordvoerder van de internationale coalitie. In this case, after a very disciplined targeting process, we dropped a fairly small weapon on a known IED building in an industrial area. But let's be clear, what did the damage was the huge amount of high explosives that Daesh intended to turn into murderous weapons to kill Iraqi forces and innocent civilians. If there are unintended injuries, that responsibility rests squarely on Daesh. محطة كهرباء كانت مدمرة بالكامل، تم إعادة بناها. هاي معارض سيارات، كل هذه المعارض دمرت. الحي الصناعي يعني تقريبا 90% من الدمر. هاي كلها مصالح ناس، يعني انت عندك المعرض كان كل معرض يشتغل به تقريبا بحدود 8 الى 10 اشخاص، معناها هناك 8 الى 10 عوائل عايشه من هذا المال، مدبره معيشتها بهذا المعرض. Wie is verantwoordelijk voor het leed van deze mensen? Jarenlang wisten we niet welk land de bom had gegooid. Een maand na het bombardement antwoordde minister Hennis op vragen van de Tweede Kamer: er is geen sprake geweest van Nederlandse betrokkenheid bij burgerslachtoffers door luchtaanvallen in Irak. Dit hield het kabinet 4 jaar vol, totdat NSC en NOS met onthullingen kwamen. Wij waren het inderdaad. Vandaag geeft het kabinet toe dat een Nederlandse F-16 verantwoordelijk was voor de aanval op een IS-bommenfabriek in Irak. Die fabriek ontplofte, waardoor zeker 70 burgers om het leven kwamen. Minister Bijleveld, die inmiddels minister van Defensie was, moest toegeven dat het een Nederlandse bom was die de ramp in Hawija had aangericht. In dat zorgvuldige proces heb ik afgelopen vrijdag pas vastgesteld dat de Kamer in 2015 onjuist is geïnformeerd. Maar in plaats van aansprakelijkheid te erkennen voor de 70 doden, veranderde het debat over Hawija in een politiek steekspel. Op het ministerie van Defensie was bekend dat er burgerslachtoffers waren gevallen. Tuurlijk wist de premier ervan. Hij werd door minister Hennis daar mondeling over geïnformeerd. Ik zeg net, ik heb geen herinnering aan informatie in die maand, of in die maanden, over mogelijke burgerslachtoffers door een Nederlandse inzet in Irak. Die herinnering heb ik niet. Wanneer hoorde u nu van die beroemde 70? De 70 is een gerucht. Dat is niet vast te stellen. Daarmee is het geen relevant getal. Ik ga er niks over zeggen, omdat het getal niet relevant is.
أرضية هزتنا ما خلت علينا كل شيء، نسوانا تجرحت، أطفالنا تجرحت. الحجي عنده آليات بصنا أو محل ويجيب لنا الخمسة وعشرين والثلاثين والخمسين وقت هذاك وقت الدواعش، وعايشين على الله وعلى المحل. انضرب الصناعة المحل شايب غدا تراب، صعد على البيت وشيت، هذا رجله تكسرت، هذا عقله اختل يعني. عالجناه علاج بدائي قدرنا نسويه، ورا فترة حرق نفسه. حرق نفسه؟ إيه هذا حرق نفسه. هذا كله ورد. هذا فخاده وأنت ولدي كله هذا احترق هذا. طب ليش يا حج هيك؟ ليش بتسوي هيك؟ ليش؟ حابب يعني تنتحر ليش؟ مو راح محلي وراح شغلت راحت، أنا 25 سنة في هالمحل وضربوا الصناعة. بالنسبة لأخي العزيز، بالنسبة لعمر يعني كل أسبوع ندرس يوم واحد. الطلاب يخافون مني أمه. يخافوا منه؟ يخافوا. لو مدير المدرسة يقول له يدز علينا ناخذه، تدري إمكانية ما عندنا حتى. أنت بتحكي؟ بتعرف تحكي؟ إيه. كيفك؟ زين. زعلان من اللي صار فيك يعني؟ إيه. شو بك أستاذ عم يعني شو؟ أقلي شاي وبراح أفرد نور. Als Nederlander moet ik zeggen dat je echt voor schaamt. En dat de waarheid niet naar voren komt, of dat deze mensen niet gecompenseerd worden op een of andere manier, is gewoon. ولا قدموا أي مساعدات بالنسبة لهولندا أبد ما حج عليه. تقبل هولندا مر بها هيك ظرف؟ تقبل أطفال هولندا شو يصير بها؟ هم مقصفة وما كانوا يعرفون اكو عوائل بالبيوت. ما اكو ناس اصلا ما لقوا جثثهم، كانوا نايمين بس سطحوا طاروا. القريبين من الحي الصناعي يعني. ما يندلونهم اهلهم ما يندلونهم. حط نفسك بمكانه يعني. خل رئيس هولندا يحط نفسه بمكانه يقبل على ابنه هيك. خل الطيار نفسه يقبل على ابنه هيك. الرئيس الهولندي ما بيتذكر اشياء صارت، ما بيتذكر انه الطيار يا اخي موجود، الطيار ضربنا موجود. حاكموه ليش هيك يسوي بينا؟ مو يدري مدينة شلون يضرب هيك ضرب؟ يقبل ابنه هيك يصير بيه؟ شوف التصوير اذا يقبل على ابنه هيك يصير بيه؟ شلون يعني؟ يقبل على ابوه هالشكل. وانت شو بتعمل هلا يعني؟ بتروح اوقات بتروح المدرسة مزبوط؟ ايه. وشو بتعمل لما ما تروح المدرسة يعني؟ اقعد بالبيت. شو بتعمل بالبيت؟ ما بعرف. ماشي؟ شو حابب تقول للناس بالهولندا اللي عم يشتغلوا؟ سووا لي وجهي. سووا لك وجهك؟ ايه. ما عندي امكانيات. يعني ما معقوله هيك. يعني العراق عباره عن استعمار، ما تقدر كل شيء تسوي فيه. بس هاي كلها دول اوروبيه واصله متقدمه. ايش عجب دوله ايش كبرها عظيمه ما قدرت تسوي شيء يعني. هي الحكومة الهولندية أولاً قالوا إنه ما مات ناس بحويجة وما صار شيء، وبقوا يعني بقوا مدة طويلة ما قالوا الحقيقة. ليش هم سووها قليل؟ ما حد سوى سواتهم أبد، هولندا شيء سووا يعني إرهاب مو إرهاب؟ إي والله إرهاب. أي سوي هيك إرهاب؟ إي والله. هذا مو إرهاب؟ يعني أنا بنحرق وجهك أو أقتل عائلتك شو يسمونها؟ مرها؟ كيف ما عرفوا يعني لما زرتوا القنبلة إنه ناس ساكنة هون يعني؟ كيف هو ما كان القصد قتل الناس، احنا نعرف. بعرف. واحنا مثل ما يقول نبلغ شكرنا للحكومة الهولندية على مشاركتها في محاربة الإرهاب، لكن كان هناك خطأ عسكري راح ضحيته.
اللي حدد طالما هي الضربة من الجانب الهولندي، الجانب الهولندي هو ملزم يحمل المسؤولية لمن؟ أما إحنا كمباشر كمواطنين حويجة نحمل المسؤولية المباشرة للجانب الهولندي، الجانب الهولندي هو يبحث عن الشخص المسؤول مقابله. Waarom wachten de inwoners van Hawija al 7 jaar op een antwoord van Nederland? Wil de regering niets doen of kan ze niets doen? Advocaat Lisbeth Zegveld spant zich al jaren in voor slachtoffers van Nederlands oorlogsgeweld. Er was natuurlijk een coalitiestrategie om überhaupt nooit iets te zeggen. Dus je kunt niet zo makkelijk zeggen dat Nederland hier als enige land bewust heeft gezegd, nou, dit vegen we onder het tapijt. Dat is wel wat er is gebeurd, maar dat is coalitiebreed gebeurd. He, dus het is bekend dat er over de hele oorlog heel veel meer slachtoffers zijn gevallen. Waarvan Hawija trouwens wel een absolute piek is. Dus de urgentie om hier iets te doen was wel heel, heel groot. En je zou verwachten dat Nederland gewoon de eigen verantwoordelijkheid neemt door gewoon te zeggen, ja, coalitieverband of niet, wij moeten hier gewoon de mensen te hulp schieten. Dat is onze, als beschaafd land is dat onze plicht. أتت الطائرة وأنا أنظر في السماء العصف مال قوة الضربة وصلنا العصف عائلتي ارتد عليهم الأستارة الخارجية ارتدت عليهم بالكامل اقتلتهم واحدة من بناتي انفتح راسها مخها بالقاع وراح العقل مالها وقع بالقاع راح الأخرى مقصوصة نصفين والبقية يعني ما أعرف أشيل هذا يوم هذا قاعد يموت أشيل هذا قاعد يموت ما أعرف شو أسوي فقمت أشيل أنزل إضافة إلى الزجاج متكسر برجلي يفوت أشيل أنزل أحط بالشارع أنزل أخلي بالشارع واحد هون حطيته يعني كل أولادك نعم بالشارع هنا خليتهم وصلنا المستشفى هذا متوفي هذا متوفي هذا متوفي هذا متوفي إلا ابني نجا وبنتي اللي مقسومة نصفين قالت لي أبوي أمي هل متوفية أم طيبة قلت لها لا أمك طيبة بس هي متوفية أنا ذي ما أريدها تنهار فسألتني على أخوها صغير محمود قالت لي بابا هل أبو أخوي متوفي قلت لها لا طيب فقامت بتقبيلي وقالت لي أبوي قالت لي أبوي أنا أريد أفارقك بس أريد يعني أضمني على صدرك لأن أنا انتهت ما أقدر أسيطر على نفسي وقالت لي بابا أنا أحبك أنا اشتاقت لك أحبك فضميتها على صدري فحسيت بها انها انتهت بس اشتمت العطر مالي وقالت لي بابا اني انتهت لي انا راح اودعك قديش كان عمره؟ عمره 14 سنة تقريبا هات الصور امك واخواتك معك؟ لا هذول عندي غير ابدي محمود سبحان الله يعني جميل بشكل وحلو يعني انا اقول لما اقولها هذا الوليد ما راح يدوم يعني سبحان الله يعني الوليد محمود هذا محمود
تذكر محمود، إبراهيم، رشيد، يمامة، آمال، أمهم شو تذكر؟ كلها مأساة، مأساة في ذاك اليوم المشؤوم، وفي هذا البيت، وفي هذا المكان عائلتي انتهوا فيها الكامل. طيب يلا نفل من هون يا حشر، يلا نمشي من هون خلص. هالمكان ما يعني بأثر كثير عليك. Dat is natuurlijk heel, heel pijnlijk. Wat hebben we al die 5 jaar zitten doen? Als er 70 doden vallen, ja, dan ga je ook wel een beetje de kant op van het kan ons niet zo heel veel schelen, want die vallen niet zomaar. Maar tijdens een oorlog vallen natuurlijk ook slachtoffers. Waar ligt de grenssegment van wat acceptabel is en wat niet? Het punt is, ze hadden gewoon niet alle inlichtingen. Je wist dat het om een explosieffabriek ging, groot, 3 gebouwen. En je weet, althans je had moeten weten, want dat is je plicht, dat is wel het meest eenvoudig om vast te stellen, is dat er heel veel burgers er direct omheen wonen. فر إنه كان توابا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه زوجتي وهذول أولادي كلهم: إبراهيم، محمود، رشيد، يمامة، آمال، خميسة، ساجدة. من ذي تعلم ونزورهم. أنا كل 15 يوم لازم أجي عليهم، ما أقدر. يعني إذا ما أجي شو أزورهم ما نام الليل. ما يعني شعوري ينتابني أن أأتي كل 15 يوم أقطع هاي المسافة بس بسبب شوية أريح قلبي ونفسيتي أريحة من أشوف حتى بس أشوف المقبرة وأشوف القبور مالتهم. يعني هسه عندي ابني حمود شت ذهنه حتى بالدراسة مو مستوى المطلوب زين. فإحنا نريد نطالب الحكومة الهولندية ونطالب المنظمات الإنسانية بتعويضنا. أنا أبو ضحايا، عائلتي راحت، سيارتي راحت، فلوسي راحت، كل الممتلكات اللي عندي راحت زين. رجعت للنهاية. In iedere oorlog vallen onschuldige slachtoffers. De luchtoorlog tegen IS, waar Nederland tussen 2015 en 2018 aan meedeed, was volgens de internationale coalitie de meest precieze oorlog in de recente geschiedenis. ...35.000 bombardementen waren nodig om IS te verslaan. Ruim 2.000 daarvan zijn door Nederland uitgevoerd. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in al die tijd 1410 burgers omgekomen. Maar er zijn maar weinig deskundigen die dat getal geloven. Overal waar ik kom in Irak zie ik de verwoestingen, hoor ik de verhalen. I feel that Mosul is not the same. It's not the same after us. I have so many memories of the places that I used to go with my family. Now I cannot go. Sad stories and sad memories. Time, need time to heal. The period of Daesh did so much harm.
period of Daesh destroyed the city, destroyed the morale of the people, destroyed the structure of the society. We had a cow, we had sheep, we had almost every animal on the farm. We have fresh yogurt, fresh eggs. This place is my life. Up to an unexplainable sound. It's so loud. The smell was so bad. For the first second, I thought I was having a nightmare. But then, like a minute or two later, I realized something happened. So I looked to my wife, and there was debris all over her. My bed broke into a V shape, and my legs were up in the air. And I tried to stand, but I couldn't. Tried to stand many times, and I couldn't. My back was warm. I touched my back, and my hand was all blood. I had an injury, big injury to my back. And then half an hour later, the ISIS came. Three members of ISIS came, and they climbed up to me, and they looked at me, and I said, "Are you happy? You're happy now?" They suspected that they were bombing a car bombing manufacturing place. So they bombed two houses? They bombed two houses. Your house and your brother's house. And my brother's house. And how many people were in those houses? Well, in my house, it was me, my late wife, and my late daughter. In my brother's house, it was him, his wife, and his son. Three. Next day, my brother-in-law told me that they have died. And they were buried immediately. You didn't even go to the funeral? No. I was shattered. My hip was broken, my foot was broken. My back had a probably 6-inch cut, 2-inch deep. I couldn't move. You know, for 3 days, I was numb. I couldn't cry. For 3 days, I could not cry. And then suddenly, I broke. Yeah. De Irakezen hebben een hoge prijs betaald voor de bevrijding van Irak. Volgens Airwars, een organisatie die het aantal burgerslachtoffers bijhoudt, zijn er tussen de 8 en 13.000 onschuldige mensen gedood door westerse bommen. Behalve de coalitie zelf weet niemand wie daar verantwoordelijk voor was. Vanaf de grond kun je niet zien uit welk land de bom komt. De westerse bombardementen werden door IS gebruikt in propagandafilms. فلما ضربوا اربع صواريخ يعني تقريبا العالم كلها برا تعرف انت فتأذت عالم كثير كم واحد مات كم واحد مدني مات يعني المدنيين اللي ماتوا تقريبا 52 52 واحد كم ولد وكم مرة ماتوا تقريبا؟ اللي فرع هذا فرع ماتوا 12 واحد 12 واحد بس من هذا الشارع؟ احنا بيتنا اثنين وتسعة جرحى وواحد رجله انقطعت هذه من عائلتك بس؟ الموجود الولد اذا ابعث لك عليه تشوفه اللي مقطوع رجله هذا عمره هلا؟ عمره 16 سنة طب هذه المكان يعني هو هذا
مكان لداعش كان ولا كيف؟ لا لا كان منطقة مال كهرباء هاي مخازن مال كهرباء. هم يعني كانوا بدين يفجروا الطيران كانوا بيفجروا الكهرباء يعني. الطيران ضرب المخازن كهرباء يعني على أساس يعني أكو شيء بطن المخازن بس هي ماكو شيء بس محاولات وأسلاك مال كهرباء وماكو شيء. واللي تأذى المدنيين. كلهم اللي تأذوا المدنيين. كلهم مدنيين ولا واحد داعش ما تأذى. In de week dat deze mensen werden getroffen, voerde de coalitie 86 luchtaanvallen uit. En Nederland bombardeerde 9 keer. In de officiële rapporten wordt niets gezegd over slachtoffers. Hoe had het beter liggen bij Daesh? Oh, had het beter liggen bij Daesh? Nee. Oh. Kom, Saroeg daar, boe, hè? Hadden we Saroeg Wahed. Saroeg Wahed? Nee. اوف راح كله ايه بيتنا نزل كله بيتنا حتى هيك ما ضل بيه صار كومة انقاض اوكي طيب داعش كان بهذا البيت يعني ها نعم هذا البيت راح هذا البيت راح وليش ضربوا بيتك لكان مو احنا بيتنا ملاصق اللي هو شلون هذا هيك هسه هذا هو بالاصل بيتنا وانت وين كنت لما صار انا كنت على الشارع الحجي كان داخل البيت والباقين هم كانوا داخل البيت ولما شفت ولما سمعت الانفجارات شو فكرت يعني هو راسا انا دخلت على المنطقه جيت شفت الدخان والتراب ودخلت على البيت الحجي كان داخل البيت طلع عم الباقين ما طلعوا نعم ومين خسرت بهالليله يعني خسرت ابني وزوجتي ووالدتي واخويا ومرتك كانت حامله قالوا لي حامله نعم الحمد لله وانت مش من داعش انت ما لك يعني علاقه بداعش لو من داعش ما اقف قدامك هسه الحمد لله مو على اساس انه الضربه تكون دقيقه دقيقه على اساس يعني رقيقه ايوه يعني هم ما هم بيقولوا حتى الوزير الهولنديه كانت هي وزيره الدفاع قالت انه نحن لما نضرب نعرف نحن نضرب يعني نضرب يعني إذا بدنا نروح أكيد هو إحنا مو أول خطأ يعني هو كثير ناس انضربت بالخطأ مو بس إحنا فهذا دليل على أنهم الدقة مالهم مو قوية وليش هم فكرك يعني ما بدي يقولوا مين ضرب ليش فكرك يجي احتمال التهرب من المسؤولية يعني هذه قد يجوز يعني قد يجوز تهرب من المسؤولية ما تمام خلاص راح ينطونا 200 مليون دولار فالقصد إنه هم لو يريدون ينطون كان ينطون ما يرجع أنا هذا روح ما ترجع لكل ما تملك بالكرة الأرضية بالمئة مليون كلها ما ساوي أفضل معنوية إنه أنت قلن شو واحد يعني تقفله وتعاونه وتساعده هاي الشغلة يعني Defensie heeft ons inmiddels laten weten dat deze bombardementen niet door Nederland zijn uitgevoerd. De bewoners weten nog steeds niet wie het wel gedaan heeft. Basim Ratso, die in Mosul zijn vrouw, zijn dochter, zijn broer en zijn neef verloor, besloot op zoek te gaan naar rechtvaardigheid. Hij belde zelf de Amerikaanse ambassade op. I found their number. I said I'm so and so. I was bombed by your air force. I would like an appointment to come see you. And then, like this next day or 2 days later, they sent me, they checked who I am, and they knew they bombed me. So I wrote a small report, like 7 pages. I put photos of my wife, daughter, brother, and nephew. And I received a phone call, they said, we want to meet you. And they came to the airport, and they met me. She said, well, now we'd like to offer you compensation. So she offered me 15,000. 750 for my wife, 7,500 for my daughter. And I laughed. She said, why are you laughing? I said, Mom, I think this is an insult. I am sorry, I cannot accept this. She said, do you know how much we pay for an Iraqi killed in action, in bombing? I said, how much? She said, we pay 2,500, 2,500. But in your case, because it was such a visible case, and everybody was writing about it. We made a specific
case for you, and we are paying you three times. I said, lady, I think the meeting is over. And I just stood up and I left. De coalitie gebruikte de beelden van de luchtaanval aanvankelijk als voorbeeld van een geslaagd precisiebombardement. Maar Basim Razzo herkende zijn eigen huis daarop en benaderde journalisten van de New York Times. Toen de Telegraaf een paar jaar later een Nederlandse F-16 vlieger interviewde, bekende de piloot dat hij het huis van de familie had gebombardeerd. Opnieuw was het een journalist die de waarheid onthulde. Nederland moest de fout wel toegeven. Lisbeth Zegveld hield Basim Razzo met het krijgen van een schadevergoeding. Hij had het geluk dat hij vloeiend Engels spreekt en heel snel zich toegang tot de Verenigde Staten wist te regelen. De Amerikanen gaven toe dat het een fout was. En toen werd bekend dat het om Nederlandse piloten ging. Dus wel Amerikaanse inlichtingen, maar Nederlandse piloten. Eigenlijk enigszins vergelijkbaar met Hawija. En toen heeft hij zich tot mij gewend. En toen hebben we een brief geschreven, aansprakelijk gesteld. En toen heeft Nederland eigenlijk heel snel gezegd... we zijn aansprakelijk. Althans, dat zeggen ze ook weer niet formeel. We hebben het gedaan. En we betalen hem. Dat noemen ze dan ook weer geen compensatie. Maar goed, 1 en 1 is 2. Ze weten dat als we met die zaak naar de rechtbank komen... dan verliezen ze dat gewoon. Want er waren gewoon, dat was gewoon foute inlichtingen, wederom. Zijn huis was geen IS-headquarter of commandocentrum of whatever. Het was gewoon een woonhuis. In Hawija weten ze al meer dan 2 jaar dat het een Nederlandse bom was. Maar tot nu toe lukt het niet om de Nederlandse regering daarvoor aansprakelijk te stellen. We moeten gewoon vaststellen dat er meer lag dan gedacht. En dat daardoor de nevenschade is ontstaan. En dat is tragisch. Hè? In die zin betreuren wij dat natuurlijk ook. Maar ons werk, het deel van ons werk dat is uitgevoerd, dat is op zich goed uitgevoerd. Het is op zich logisch om te denken, ook in het geval van Hawija, compenseer de slachtoffers gewoon, maar dat ligt helaas niet zo simpel. En dat zit hem in het feit dat we verantwoordelijk zijn inderdaad, maar niet aansprakelijk. En waar het ook om gaat is dat ik nu, maar ook voor soortgelijke situatie in de toekomst, geen verwachtingen wil wekken die ik niet kan waarmaken. Dat is een belangrijk punt. Om deze reden besloot Nederland geen geld te betalen aan de slachtoffer zelf, maar wel om 4 miljoen te geven voor wederopbouw van de infrastructuur van Hawija. Dat geld werd 2 jaar geleden gegeven. Wat is daarmee gebeurd? هذا عندك انت قلت لي انه هذا الكهرباء مزبوط هذا الالكتريسيتات كل الكهرباء جديده هذه دفعوها الهولنديين ولا مين دفعها ما دفعوها الهولنديين ما لحد الان اللي المنحه الهولنديه ما نعرف كيف دفعت وماذا تنفذ بها وهذا الشيء يعني هذا شيء مؤسف جدا رغم طرحنا هذا الموضوع اكثر من مره UNDP en IOM, de organisaties die door Nederland aangewezen zijn om het project uit te voeren, laten weten dat de bouw van 250 elektriciteitsmasten deze maand is afgerond. Andere projecten lopen nog, maar gebeuren in overleg met de burgemeester en de gouverneur. Het gaat over ook compenseren voor dat wat je fout hebt gedaan. Dat is geen kwestie van geven, dat is een kwestie van verplicht zijn. Zaken te vergoeden. Anders krijg je zo'n rare. Ja, dan krijg je weer dat ontwikkelingsachtige verhaal. Dat wij weer iemand helpen, maar nergens toe verplicht zijn. Maar we zijn er gewoon toe verplicht. U bent advocaat van die mensen in Hawija. Wat gaat u nou precies doen als advocaat van die mensen? Nou, we hebben de staat al aansprakelijk gesteld. Poos geleden. En de staat heeft gezegd: wij erkennen die aansprakelijkheid niet, want het was een militair doelwit. Nou, dan gaan we in juridische procedure en dan vragen we de rechter om daar naar te kijken. In het licht van het oorlogsrecht een oordeel te vellen over: dit zijn de normen. Was het een militair doelwit? Ja. Was dit proportioneel? Naar mijn overtuiging nee. Dus Nederland aansprakelijk. En wat hoopt u dan te bereiken voor die mensen? Dat is heel belangrijk voor het rechtvaardigheidsgevoel van mensen. Je moet er toch mee verder.
En als de hele tijd natuurlijk je moet leven met het idee, ja, het hoorde erbij. Dus eigenlijk, jullie doen er niet toe. Die fabriek was vele malen belangrijker dan al jullie levens. Dat is niet zo'n prettige gedachte om mee verder te leven. Dus dat is echt een niet te onderschatten kwestie. Waarom is dit zo gegaan? Hoe had dit zo kunnen gebeuren? En daarnaast zal de schade van die mensen moeten worden vergoed. Dus winkels, huizen, inboedel, auto, ziekenhuisopnames, you name it. What would have happened if the pilot had not, you know, felt guilty about what he did and told the journalist, I bombed these houses? What do you think would have happened? Nothing would have happened. I would be just sitting waiting for something to happen. Nobody takes that responsibility. Because if they take responsibility and then you start compensating, then you will open big avenue for you. I mean, thousands of people will come rolling, but they have no documentation, they have no strong evidence that you will take to court. They say, okay, this was done by you. And there's a certain number of killed civilians that is an acceptable ratio during battles for liberation. So if you kill like 100 civilians for like so many ISIS, this is acceptable. So collateral damage is something that is acceptable for them. For us, it's not acceptable. For their families, it's not acceptable. But for the military, it's acceptable. And when we talk about these places, we're only talking about Mosul and Hawija. The suffering is not only Mosul, Anbar, Hawija, Beji, Tikrit, Fallujah. That's in Iraq. Thousands of bombs. Thousands. احنا ما نميز بين الجند الهولندي وبين الجند الامريكي ما نميز وما نعرف الصراحه لان احنا كنا بالنسبه لنا شعب مستضعف زين لا الطيارات تضرب علينا عنقودي تضرب علينا صواريخ احنا ما نعرف وين نمشي وين هاي الامور كنا ما نعرف بها ذاك الوقت ف هسه أنا عايش في هذا البيت أنا وعائلتي أنا تزوجت مرة ثانية زين فصاروا عندي أطفال جدد غير هذول اللي استشهدوا وسميتهم على نفس الأسماء عن جد؟ إيه على نفس الأسماء سميتهم يعني أنا عندي بنتي صغيرة استشهدت اسمها آمال سميت آمال عليها أيوة. عندي رشيد ابني سميت عليها إبراهيم سميت عليها يا ماما سميت عليها محمود سميت عليها كلهم اللي استشهدوا سميت على أسمائهم رديت أوف هذا شيء على مود يعني... يبقون بمخيلتي ما أحس بنقص من أصيح مثل محمود يجاوبني يعني على مود أحس إن ما عندي نقص صار كتعويض بالأولاد لأن صعبة أنا عايش بنصهم وأفقدهم بيوم ثاني. هسه يعني أفتر هنا المنطقة هاي أفتر أتذكر الكلام مالهم أتذكر قعدتهم ملابسهم يعني صعبة بمعنى الكلمة. بس يعني هذا شيء عجيب أنت خسرت ثلاث أولاد وبنتين؟ نعم. وجب لك ربنا بعث لك ثلاث أولاد وبنتين؟ ربنا بعث لنا ثلاث أولاد وبنتين وزيادة واحد. الحمد لله والشكر ايش انا حتى يعني وقع
شباك مع البيت الكبير.